كنت نقرا في باريس شويه سينما وروحت باش نصيف يا اخي. تعرفت مشيت حمام غزاز فيستيفال تون تيستيفال 2007 شفت حليم سور سين يغني واكتشفت بابا اكتشفت فما موسيقى وكونتستاتير وحكايه هكا عبيد تقول وعبيد كمان كي دينونس معناتها فهمت يا اخي. قلت له منين جاي انت؟ قال لي انا جبل جلود وصايب عليك راهي سخومه. كيفاش حومه سخونه عليك؟ معناها هي قالت انا والله نتحداك اللي انا نمشي جبل جلود ونصور ونعملهم. قلت لها هذاك ماكش باش تطول برشا يا اخي. لا بروفي الكونترير وعملت الحكايه. كي تقابلنا تفهمنا على حاجه معينه مع بعضنا طلعنا نفس الراي نفس التخمامه نفس الاحساس. فما أردني مسكور وفما فتح الله فما حيثام فما الرومبونيت اللي نتقابلوا فيهم احنا ثلاثة ومزكوا فيهم وجي الفيلم وما حسبناهوش فيلم يا دي دوكيمونتير ومن بعد ولا فيلم بالقديم معناها خاطر عاش معنا وعشنا معاه وفي بعضنا وانتيميتي وحكايات وخرتي مزيان فهمت. دخلت لنا في الفيلم تري ديفيسيلمون ما جاتنيش ساهله جمله خاطر مانيش مستانسه نكون قدام الكاميرا مستانسه ديما نبدا التيلي وسي مون روغار وكل شيء دونك سي تري ديفيسيل بور موا باش نشوف روحي باش نسمع روحي وباش نحط حاجه بيرسونيل في الفيلم. اما موش انا حبيت الفيلم ان فيت طلب خاطر كنت ماشيه في مونتاج فيه كل شيء الا انا والفيلم في الناراسيون وفي الهستوار ناقص تو سونتي معناتها اللي ناقصه حاجه اسانسيال وانا فانا حاجه هو لا رياليتي دي شوز سي سا لو فيلم ديجا او نيفو دو مونتاج مي لو فيلم لازم نحكي ولا حكي دونك انت قلت لازم باش نكذبوا سي بور سا الفيلم يطلب خاطر لو فيلم اي تري سانسير كلو سانسيريتي معناتها دونك ما نجمش انا نكذب ولا نخلي ان كوتي يقول نو سا جو نو با او سي ما في On cache, voilà, c'est ma vie personnelle, voilà, non. Donc, il est très sincère le film, et le film m'a demandé how at lab, manada pêche, le personnage oui d'aide, yotrol, howult manotrol chieser, ama au moins la mythe à quoi l'arkeya. Mon personnage, il aime quand même l'arkeya. Il fait partie des événements. Le film era mohush old nine school, réellement, manaya mohush yakala old nine school. هو يحكي على اكزامبل نتاع ناس في تونس الجمهوريه نحكيو احنا توا اكزامبل نتاع عباد خرجوا من حومه شعبيه يعملوا في موزيكا قديش يغاليري وقديش قديش وقديش هما مكبشين معناها سي سا معناها فهمت دونك اما من بعد تخلقت حاجه اخرى تخلقت اللي وديت زغليمي صاحبتنا معناها فهمت دخلت الصحبة في الثقة في كل شيء فهمت كيف في اللي نحبوا نعملوه في اللي نحكيوا فيه في اللي نحبوا نقولوه احنا في اللي هي تحب توصلوا فما ليان كبير على الاخر معناه. جبال جلود زادت للفيلم برشا سكلاه فتح الله سورتو لي بيرسوناج اللي قابلتهم نتصور زادوا برشا الفيلم عطاوني برشا كونتر الفيلم شنو باش يعمل جبل جلود ماهوش باش يعمل حاجه معناها تو فما برشا دي ميديا كتبوا قبل نتصور جرايد وسورتو بعد الثوره فما برشا فازت وفما شكون عمل الفيلم زاد على جبل جلود عبد الله ولا يحيى دونك مش هذاك الاوبجيكتيف مش انه نزيدوا لجبل جلود انه فيزيبيليتي والدوله تلهى بها لا لا ماهيش في الابروش هذيك ما نعرفش شنو الفيلم باش يزيد الجبل جلود ما نعرف شنو زادني للفيلم انا في جبل جلود معناته في فتح الله شفت وخرجت جو بونس برشا استيتيك برشا معناتها حتى سي لي كونديسيون سون با تري فاسيل ما تشوفش حاجه خايبه استيتيكمون ما تشوفش حاجه تعيف ولا تسخف ما نضحتش في الباتيتيك في الجو هذاك نتاع حومه شعبيه وفقر ميزير لا لا فقر وميزير عباد ديني يعيشوا دينيومون خشومه من السماء
ما برج ولا معناها في المجيه هذيك ما تحتش في الكليشيه نتاع حومه وتصور. هي حكيت حكايه تاع عباد يعيشوا في كونتكست معين في حومه معينه. شنو خلاني في فتح الله هو لو بروبو لو ديسكور. كان جاي يتعدى بالشعر ولا باي حاجه هو تعدى بالراب وبالموسيقى، مي سي سا كيما اكروشي، خاطر انا حاجتي زيد عندي نفس الديسكور، نفس النظريه على بلادي، على السوسيتي اللي عايشين فيها، على لي زيغاليتي انيغاليتي. وقتها اون ايتي 2007 ديكتاتور واحد، وهما يعبروا نفس ويقولوا نفس الحكايه ان باسون بار لو راب اي لا ميوزيك. دونك قعدت